أحد العلماء، هذا رجل كان معروف بالمراقبة والمواظبة والدقة، أكو بعض الأفراد دقيقين في أعمالهم، المؤمن هكذا يجب أن يكون دقيق، يعني كل كلمة يتكلمها بدقة يتكلم. هل في هذه الكلمة إهانة؟ هل في هذه الكلمة غيبة؟ هل في هذه الكلمة أذية؟ أذية الأذية حرام، أذية المؤمن حرام، أذية المؤمنة محرم. رجل جدا دقيق كان من الناحية الشرعية، ومواظب في آناء الليل وأطراف النهار، مذكور تفاصيل أحواله في الكتب التاريخية. يقولون في يوم من الأيام واحد اغتاب عنده، كان قاعد هو، واحد اغتاب عنده مؤمنا، فجدا تأثر هذا العالم، ويقال له الملكي، شيخ أو سيد ما أدري، الشيخ الملكي أو السيد الملكي، وله بعض الكتب أيضا، جدا تأثر، وقال لذلك المغتاب اللي اغتاب: لقد أوقعتني في التعب لمدة 40 يوما. يعني شنو؟ يعني هذه الغيبة اللي أنا سمعتها سوت تلويث في داخل قلبي، سوت ظلمة في روحي، الروح كانت روح مضيئة، روح مشرقة، هاي الغيبة سوت في داخلي وفي قلبي ظلمة لمدة 40 يوم، وأنا لازم 40 يوم أستغفر وأعمل وأعمل حتى هذا الأثر يزال. لقد أوقعتني في التعب لمدة 40 يوما. فإذا هذا الذنب له أثر من الناحية التكوينية أيضا. شنو هو الأثر؟ تلويث الروح، خراب البلاد، فساد العباد، اضطراب الأوضاع، اختلال الوضع الأمني، كل هذه آثارها. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. واحد يعيش في نعمة، في أمان، في وضع طبيعي، وإذا بالبلاد تنقلب. هذه آثار الذنوب، الذنوب تجتمع وتؤثر هذه الآثار.